هل اتصل بك شخص مجهول الهوية مدعياً أنه من مؤسسة رسمية وطلب منك اتخاذ إجراءات عاجلة؟ أنت لست وحدك. أصبح احتيال المكالمات الهاتفية أكثر تطوراً من أي وقت مضى، لكن لا تقلق، لأن الحل يكمن في هذه القاعدة: حافظ على معلوماتك، واحمي حساباتك، ولا تستجب للضغط. حافظ على معلوماتك الشخصية والبنكية، وتجنب مشاركتها عبر الهاتف إلا إذا كنت متأكداً من هوية المتصل. احمي حساباتك، ولا تكشف عن كلمات المرور أو رموز التحقق لأي شخص. لا تستجب للضغط، وتحقق دائماً قبل اتخاذ أي إجراء.